روح. معلش انا بفهم بالتقسيط في الطب. القلب بينقبض وينبسط. بالظبط كده. لما ينقبض الدم بيتدفق داخل الشرايين. تمام. اثناء الدم ما موجود أيوة. داخل الشرايين اثناء انقباض القلب بقيسه بالجهاز بيطلع رقم 120. ده اللي فوق ولا اللي تحت بقى؟ ده اللي فوق. يعني لما اللي هو ال 120 ده لما ينقبض يبقى 120. 120. ولما القلب ينبسط معناها ان الضغط بدا يهدى شويه لان مفيش قوه دفع دلوقتي. فالضغط تتلاقي بدا ينزل شويه بقى 80 داخل الشرايين. اه تمام. ده الطبيعي؟ هل 120 80 الضغط ده الطبيعي عالميا وصح؟ الطبيعي بالنسبه للانسان 120 على 80 فيما اقل. تمام. لان لو فوق اقل لحد كام بقى؟ يعني مقبول جدا لحد في البنات الصغيرين لحد 90 على 60 مقبول جدا. ده يبقى ضغط دم واطي ده يا دكتور. ما بنقولش عليه ضغط دم واطي الا اذا لو كان عندها اعراض ضغط دم واطي. تمام. اللي هو دوخه او زغلله في العين. انتوا كاطباء تفرقوا بين ضغط الدم العالي وضغط الدم الواطي طبقا للقياس طبعا وطبقا للاعراض نفسها. الضغط الدم العالي بيتم تصنيفه سهل جدا عن طريق القياس. والتصنيف بتاعه بنبدا الاول من 120 لحد 139 ودي بنسميها مرحله ما قبل الضغط. انا دلوقتي بتكلم على الضغط الانقباضي. تمام. اللي هو فوق اللي هو اللي فوق. تمام. من 120 لحد 139 بنسميها مرحله ما قبل الضغط. طب من 139 من 140 لحد 159 بنسميها المرحله الاولى. طب من 160 لحد 179 المرحله الثانيه. فوق ال 180 دي المرحله الثالثه من الضغط العالي. طب ده طبقا للتصنيف اللي هو الضغط الانقباضي اللي هو اللي فوق. تمام. طب اللي تحت اللي 80 ده من 80 لحد 90 بنسميها مرحله ما قبل الضغط العالي. تمام. طب من 90 لحد 99 المرحله رقم اول المرحله الاولى. طب من 100 لحد 109 المرحله الثانيه. طب فوق ال 110 ده المرحله الثالثه. ده كده هيبقى خطر قوي متهيألي. اه طبعا خطر. هل الخوف كأطباء بتخافوا من من البسط ولا المقام؟ يعني من 120 ولا من 80؟ لا الاثنين فيهم خوف. الاثنين؟ الاثنين فيهم خوف طبعا. هل ممكن واحد يزيد والثاني ما يزيدش؟ في بعض او يقل والثاني ما يقلش؟ في بعض الامراض طبعا. يعني يعني مثلا في بعض العيانين الناس الكبار في السن بيكون في تصلب في الشرايين شويه. تمام؟ فالضغط اللي تحت الانبساطي بيكون اقل من المعتاد شويه. يعني ممكن الضغط العيان بنسميه حاجه اسمها ايزولوتد سيستوليك هايبرتنشن او بمعنى اصح الضغط اللي فوق هو اللي عالي بس والضغط اللي تحت ما هوش عالي قوي. بس بيتم معاملته نفس معامله الضغط العالي بالظبط. برضه بالظبط بيدخل نفس التصنيف بتاع المراحل اللي فاتت. يعني ليه وللمشاهدين الاكارم لو حبيت اخد تعريف الضغط العالي ما هو؟ طبقا للمراحل اي حد ضغطه فوق ال 140 الانقباضي او ضغط الانبساطي فوق ال 90 ده اسمه ضغط عالي. هو ممكن الناس تقيسه في البيت يعني؟ اه طبعا بالجهاز الالكتروني عادي جدا. ولا مفيش داعي نمشي ورا سكه الدكاتره عشان سكه الدكاتره؟ لا ده بالعكس بتتعب. مجرد ده اي حد عدى سن ال 30 ياخد فكره كل شهرين ثلاثه قياس ضغط مش هنطمن على نفسنا دايما على طول. فعلا. حاجه بسيطه خالص في اي صيدليه في اي عياده وانت عند اي دكتور او حتى في البيت بجهاز ضغط الالكتروني. تشيك اب ده طبيعي. عادي جدا. دي الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها يا دكتور ولا؟ بالظبط كده. ولكن هو التصنيف مختلف شويه. خلاص. يعني الضغط فوق ال 140 ده بنسميه ضغط عادي. هو ايه معذره ايه اللي هو العمود الاول؟ الارقام دي الارقام من 120 ل 130 او 130 ل 140 بنسميها مرحله ما قبل الضغط العالي. الاثنين ما قبل الضغط. ما قبل الضغط العالي. تمام. المرحله الاولى لو 140 لحد 160 او من 90 لحد 110. ده اللي تحت. ده اللي تحت. او يعني العمود ده اللي فوق وده اللي تحت مش كده؟ اه بالظبط كده. من 160 لحد 180 بنسميها المرحله رقم 2. ومن 100 لحد 110 المرحله رقم 2 في الانبساطي. طب الانقباضي فوق ال 180 دي المرحله الثالثه او فوق ال 120 دي المرحله الثالثه. تمام. هل الارقام دي بتتغير ولا ثابته عالميا يعني لكل الناس في جميع البيئات؟ عالميا. يعني ده بيئه حاره بيئه سواحليه بيئه لا 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 ثابته. ودي كانت تصنيف ال 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 الكليه الملكيه لامراض القلب في امريكا هناك. تمام. يعني مريض الضغط يبقى مريض قلب ولا مش بالضروره؟ مش بالضروره. لا. طب مريض القلب يبقى مريض ضغط؟ وارد جدا طبعا. فعلا وارد جدا مريض الضغط يبقى اللي عنده قلب عنده مشاكل في القلب. وارد مريض القلب يبقى عنده ضغط عالي.